بعرف شو رح يصير. الخالي أنيتا رح تبلش لعبة اللوم تبعها. هي رح تلومنا لحتى تغطي على أخطائي وفيناش بإن تحملنا إلنا مسؤولية حالته اللي هو فيها هلأ. كونج تجاوز الموضوع. كيف رح أتجاوز الموضوع توينكل؟ هي رح تعمل قصة مثل ما بتعمل دائما. الكل بيعرف إنها غلطة يوفيناج، وهو اليوم عايش بسببك أنت توينكل، بس لأنك ساعدتي. وهالمرة ما رح خلي أنيتا تلومنا أبدا توينكل. كونج أنا بعرف كتير منيح إنك متضايق مش هاني، بس شو منقدر نعمل هلا؟ هاي طبيعة يوفيناج، هو ما بيعرف يفكر غير بالمؤامرات والانتقام. بس فكر شوي، كيف رح تحس الخالة أنيتا لما تشوف يوفيناج بهالحالة؟ هي ما إلا حدا غير ابنها يوفيناج، ورح تكون كتير مكسورة، وحتى أنا متضايقة كتير مشانها أكتر ما بتتصور. فعلاً في ناس ما بتقدر تتغير أبداً. بسيطة، انسي هالموضوع توينكل. المريض استعاد وعيه هلأ، وبتقدروا تقابلوه إذا بتحبوا بالإذن. بكفي، لأنك أنت قلت وعملت بما فيه الكفاية. هلأ أنا بدي أحكي وأنت رح تسمع. شو استفدت من أنك تعمل هالشي؟ قلي على شو حصلت؟ فهمني شو استفدت من كل هالتخطيط والتدبير؟ ولا شي، مو هيك؟ شو حققت من هالشي؟ انت بس جبت لنا الحزن، إلي ولحالك.